السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قسمنا للسنة الثانية ابتدائي في درس أتأمل وأتحدث، بعد أن رأينا فهم المنطوق العدو المدرسي وتعلمنا فيه قيمة الروح الرياضية في تلك الرياضة. ننتقل إلى الصورة الأولى ونلاحظ الصورة. نلاحظ في الصورة فتاتان تقابلان بعضهما البعض وتلقيان التحية، وهذه اللعبة سميناها لعبة الجيدو أو الكاراتي. في هذه اللعبة يكون فيه فريقان، الفريق الأول يتكون من لاعب أو لاعبة واحدة تمثل نفسها وكذلك مع الفريق الثاني. طرحنا سؤال هنا، هل نلعبها فوق الأرض مباشرة؟ فقلنا بلا، بل نلعبها فوق بساط خاص بهذه اللعبة. لماذا؟ حتى لا يتأذى اللاعبون في حال سقوطهم على الأرض. وما هي فوائد هذه اللعبة؟ فوائد هذه اللعبة أنها تقوي أجسامنا وتساعدنا على الدفاع عن أنفسنا وعن الغير. هذا بالنسبة للصورة الأولى. الصورة الثانية، أرى في الصورة طفل يلعب بالكرة وسمينا هذه اللعبة بلعبة كرة القدم. طرحنا سؤال هنا، كم عدد أفراد الفريق في هذه اللعبة؟ عندنا فريقين، في كل فريق 11 لاعب. وطرحنا سؤالا آخر، قلنا ما اسم اللاعب الذي يمسك الكرة بيده؟ قلنا بأنه يسمى بحارس المرمى. في هذه اللعبة يوجد عدة أشواط، ذكرنا بأنها اثنان شوطان، الشوط الأول والشوط الثاني بينهما استراحة، وتلعب هذه اللعبة فوق ملعب كرة القدم الذي يكون مغطى بالحشيش الأخضر. من قوانين هذه اللعبة أنه لا يجب أن يمسك اللاعبون الكرة بأيديهم إلا حارس المرمى، ولا يجب أن يضرب أحد الآخر، وإذا تم ذلك تقدم له مخالفة وبطاقة صفراء. إذا تحصل على بطاقتين صفراء سيتحصل على بطاقة حمراء ويخرج من المباراة. هذا بالنسبة لكرة القدم. رياضة الجيدو ورياضة كرة القدم وغيرها من الرياضات رياضات تساهم في تقوية الجسم وتساعد على تعلم أشياء جديدة في الحياة. هذا بالنسبة لدرسنا أتأمل وأتحدث. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.